السلام عليكم الإخوان الأصدقاء الخوت، مرحبا بكم في كانتي ديال يوم الأربعاء أو لا يوم الأربعاء في الكادريام كورس في رينيو أونغان أتلي كروسا غدا 40,000 أورو. لا ديستونس ديالها 2875 كورس دي سابل كورد أغوش أونغان، فيها 14 ديال الخيول يعني 14 بارتون. لي شوفو لي بلوريش ديال الكورسا تقريبا هما اللي غيكونوا مطلوبين، والاوتسايدر غيكون في البتي نيميرو. على كل حال الخوت، كاين رقم واحد دافيد توماه، كاين توه بنجامين روشان، كاين تروا فيليب لوكان. الخيول ديال رافيغو عنده تقريبا 3 وعنده 11 بجوج صحاح ديال العود اللي راكب عليه بلوكان والعود اللي راكب عليه مونكلان. كاين الكات احسن عود في الكاتيجوري، الكات مي ما عندوش تيفيراج وعنده دوزيام سورتي، تيبقى واردة العودة دات ديال تيتغلب عليهم كاملين عاود تيمشي ايغال لهاد العود هذا. لوريجين ديالو بوستر وينير، يعني الكارت المشكل ديالو هو الديفيراج، عندو دوزيام سورتي و تيبقى وارد هاد العود الكارت هذا. كاين الخمسة جينيرال دي نور فرانسوا ليكانو ريغي لي هاد العود هذا. كاين السيس غالاكسي دو فلام فيربا رافاستان و لونترينور. كاين غوست بوستر يوهان بورجوا مادموزيل سيفيرين رايموند. كاين غاراتو عندو الويت جريت اوف مادريك سيباسيان غاراتو راكب لي مونتولي، وكاين ناف بيرتران ديال بير بيلوش او ديال مونتي. كاين العشرة غاول دو لا توك جابرييل جولارميني. كاين العشرة غايا دو كان مونكلان رافيغو. كاين توز غلوريا دوبري دلانكلين ديال تريبل. كين تريز غافاروش دو مازا فابريس تولاي فرانك نيفار الجران فافوري ديال الكورسا. وكين الكاتورز البلوريش ديال الكورسا، الكاتورز هو البلوريش اوتسايدر الكاتورز. على كل حال الخوت، البرونوستيك ديال جيني كورس ما عطيهاش. على كل حال من اللي غتعطيها غادي نحطها في الصوره المصغره ديال الفيديو. غادي نهضروا الخوت على لي شوفو ديالنا اللي غنكونوا في لي بلوريش ديال الكورسا. تنظن ان العود اللي تيبان ليا لوجيك هو رقم 8 و 6 ساتويت ساتويت هي لوجيك ديال الكورسا. وكاين ال 11 وكاين 13 10 7 8 10 11 13 5 شوفو 5 شوفو ملي عندي 7 8 10 11 13 تقريبا هادو لي فافوري ديال الكورسا، لي فافوري ديال الكورسا 7 8 10 11 13. وكاين 3 رافيغو بير بلوكان يستدي لي شوفو 6 ديال الخيل تقريبا هادو ملي عندي. الاوتسايدر لا كان شي اوتسايدر الخوت غيكون اما الكات اما الدوز، يا اما الكات يا اما الدوز. هادو هما برونوستيك اللي عندي، اما الكات اما الدوز. غادي نمشيو الخوت عند الصحافه ديال زيتيرف وعند الكانال تيرف نشوفوا لي شوفو ديالهم. الان بالنسبه للخوت، الان شحال من واحد الان الخوت ما هذا العود ما قنعنيش، عود ديال لا مارسيليا ديال الكانسورمير جاري في اونغان ديسكاليفي. لورون كلود ابريفار تبقى اللي عنده الان الخوت يدي يلعبوا. عود ديال مارسي كانسورمير اخر كورسا كا ديسكاليفا في ديفيلي كاتر بي. دابا ميم ديفيليش مديفيلي غير بوستيريور على ما اظن، جاي من مارساي. مي داك سميتو داك الكات هو اللي كيربحهم كاملين. داك الكات تنظن ان الكات كانت عنده واحد لا رونطري، تنظن ان لا رونطري مشهر 4
في 2700 وجرى في الغازو شاتيلون دو لا روشيل. كان دار 5 ايام. تيبقى والد هاد القاتل خو، تيبقى والد فانسن كما كتشوفوا غانيو 3 فصيلة ميم دي فيلي ما والو، تيبقى والد هاد القاتل خوت. هنا غانيو والطروة كان دار ديسكالي في اوزيام بلاس، يعني عاود كيمشي جران فافوري. يقدر هاد الكاتي، يقدر هاد الكاتي يكون هو الاوتسايدر ديال الكورسا. وماتيو ابريفار تنظن ان ماتيو ابريفار ما غيمشيش توكار، تلعود ما غيمشيش توكار، عندوش دي كورس ديالو فايت مغلب عليهم. هنا كان مشى ب 3.6 ماتيو ابريفار. جينيرال دي نورد كان دار تنظن انه كان دار نو بلاسي. جينيرال دي نورد هو رقم 5 وما مرشحين ل5. غادي نمشيو عند الكانال تير في الاخوان، كانال تير في الجوج الاولين ديالها تنظن انها هي تريزويت. تريزويت هما اللي دو فافوري ديالها، تريزويت هما اللي باص ديالها. الا كانت تجي فافوري راه غادي نجيو بجوج. تريزويت البرونوستيك ديالهم تريزويت وعاطين دي شوفو عطين في الشونس ريغيلي 7 11 3 وعطين 12 4 5. تنظن الكات يكون احسن من 12، الكات يكون احسن من 12. دوما البرونوستيك ديالهم لهذا غادي نمشيو عند الكو عند الزيتيرف. الزيتيرف الاخوان ما عندهاش وقيله الكات، تنظن ما عندهاش الكات. الكات ما عندهاش. غادي نشوفو البرونوستيك ديالهم الويت والان والتريز والسانك. رشحو الخمسة ما رشحوش الكات، تنظن ان الكات هو الاوتسايدر ديال الكورسا بدون منازع. يعني هاد الكاتيجوري هادي هاد البرونوستيك عطيها ويت ان تريز سانك تروا اونس ديس سات. يعني غادي نحيد الخمسة ونحيد الان اللي عنده الان والسانك راه غيلعبو فقط. وندخل الكات، ندخل الكات في السات. شوفو ويت تريز تروا اونس ديس سات كات لا غير. حتى داك التوس يبقى مور اكس، الى لقيتو لا باز تبقى رقم 12 مور اكس. تنظن ان الكات ما غيخسرش غدا ان شاء الله. كنتمنى يمشي اوتسايدر، كنتمنى يمشي اوتسايدر يكون طالع في الكوت. عاود عنده الكارير ديالو زوين، فايت يتغلب عليهم كاملين في الفانسن، وكان مشى كان رونطري وكان دار 5 ايام في الغازو. يعني وجدوا في الغازو ويجيبوا الصابل، يعني في الصابل غيقول الكلمه ديالو الكارت. يعني هنا اللي عنده الان خوت، حيت الان نورمالمون عاود ما بين كورسه وكورسه كديس كاليفه 4 خطرات 5 خطرات. ليه دا ما قدرش نعول على الان ولا على الخمسه حتى هو جينيرال دي نور. يعني غناخذ الويت وغدا ناخذ الطريز وناخذ الطروا والاونز والديس والسات لا غير، لا غير السته ديال الخيول ويتزاد معاهم داك الكارت. بالنسبه لذاك الكات راه عاود صحيح، عاود حتى لوريجين ديالو في بوستر وينير عاود في المستوى ايام بولت ايغال و بيليو دو مونتفور وبعض الخيول اللي كانوا كيمشيو معاه. هادشي اللي كاين الخوت في هاد الكانتي ديال اليوم الاربعاء في الرينيو ان كورس كات اونغان سويزي 18 غشت 2021. نتمنى لكم الخوت التوفيق اليوم ان شاء الله. اليوم الكانتي ديال اليوم كان عندنا الكانز، كان عندنا مي لاباز خرجت خاويه، مي دينا معاهم دي بونيس ودي زوردر اللي ما ديناش. السيس كان دار 6 ايام والسات ويت كان واحد دار 7 ايام ويت ايام. كنا معولين على الدوب دوز مي ما جاتش، ما خسرناش دينا دي بونيس. احنا كنا بغينا شي اوردر ما توفقناش في الكنز. كان عندي الكنز، دخلت الكنز، دخلت السات ودخلت الان. مي ان دوز دو دوز يلي خسرت اللعب. على كل حال قربنا شويه، وخا هكاك
ستيفان باسكي وبرشلونة باعوا الماتش. على كل حال الخوت، هذه هو الكورسة ديال اليوم الأربعاء على الأونغان. إن شاء الله ملي حطوا يجيني كورس البرونوستيك غادي نحط الجوج الاولين وستة الثانيين، وغنحط لكم حتى البليرات بيت غنقادهم في واحد المينياتور، واحد الصوره مصغره في الفيديو. ونتمنى لكم الخوت التوفيق، مع السلامه، فيديو قادم ان شاء الله.